الشعب المغربي بهذا الانتصار، لانه كنا كنتسناو واحد الفرحه وجات الحمد لله. وكنشكر نشكر الجمهور اللي حج الملعب وساعد ساند الفريق الوطني وجميع المكونات اللي كتساعد الفريق الوطني باش يحقق هذه النتيجه هذه. الله ينصر سيدنا، الله ينصر المغاربه. الحاج العربي، نعم اخويا، شفتي الماتش وشتي على الاعصاب ديالك وشفتي ولدك؟ الله الحمد لله يا اخي، الحمد لله والله الا الاجواء عطيك الفرحه كبيره الحمد لله. عطيتي ولد، عطيتي هذه البذره الطيبه للمنتخب الوطني والبلاد هذا. نعم نعم، يلعب المنتخب الوطني والاراده ديالو. نعم، شنو تقول على ولدك وعلى الوليدات اللي يلعبوا؟ اسيدي الله يرضي عليهم، الله يرضي عليهم، يعني شجعونا الله يرضي عليهم، يعني الحمد لله، يعني شجعونا مليح الحمد لله. الحمد لله هذه الليله فرحنا، ربحنا الماتش بلوز امبورطون كتخلى الجيري، دونك حدا الجمهور كاع اللي كانوا هنايا الحمد لله درنا لا فيت، كلشي فرحانين. عيش المغرب، عيش الملك، الحمد لله، شكرا الله بور نوز افوار دوني سيت فيكتوار. يوسف العربي، من اللعابه اللي لبسوا الاحترام نحترموا لو ريسبي ديال لو بوبليك ماروكان، يوسف العربي في البون توش وملي كيدخل كيعطي شي حاجه كبيره ليكيب ناسيونال. الحمد لله، كما جي دي سي جي با بوكو دو سيليكسيون، مي لا جو سو رونتري تو مون دي كونتون دو جروب الحمد لله، باسكو انا دو لا كاليتي. ابري لا اون افا ماتش امبورطون، انا غاني 4-0، ابري بو امبورط كي ا ماركي، مي لو بلوز امبورطون سيتي لي 3 بوين. ماتنا الحمد لله جي فيليسيت تو الموند، عايش المغرب، اوني كونتون، اوني فيير دو نوتر بي. الاحتفالات عمت كل الربوع، أسود الأطلس على إيقاعات الزمن الجميل نالوا المراد وردوا على المشككين، طريقهم تبدو سالكة نحو كأس أمم إفريقيا في انتظار موعد هام ببانجي أمام إفريقيا الوسطى شهر شتنبر المقبل. تحية خاصة لكل من ساهم في إنجاز هذه التغطية، وهنيئا مرة أخرى لأسود الأطلس.